الديسكورس هذه واش نقدر نقولوا بدايه تاع توحد الاحزاب اليسار على الصعيد الوطني، يعني البدايه ستكون من اليوم 18 دجنبر 2022. نعم، احنا اليوم في الواقع كنعيشوا لحظه تاريخيه، لحظه اللي اشتغلنا عليها يعني منذ سنوات، لحظه ديال الوحده الاندماجيه ديال القوى ديال اليسار، المكونات الثلاث ديال الفيدراليه اليسار، بالاضافه لمجموعه من الفعاليات كمكون رابع. كنعتبروا بان هذه لحظه ديال الانطلاق، يعني يسار يتجدد ومسارات تتوحد من اجل بناء حزب يساري قوي فاعل، قادر انه يأثر في موازين القوى، قادر انه يعبر على التطلعات ديال الفئات المهمشه في الوطن، قادر على انه يناضل من اجل التغيير الديمقراطي بكل ابعاده، قادر على انه يناضل من اجل العداله الاجتماعيه، من اجل الحريه والكرامه ديال جميع المواطنات والمواطنين المغاربه. احنا كنعتبروا بان هذه لحظه ديال الانطلاق، لانه المسار مازال مستمر، مازال منفتح، وكنعتبروا بانه اليوم حنا كنبنيو حزب اللي مفروض انه يكون معبر على كل اليساريات واليساريين، ومعبر كذلك على واحد الطيف كبير من المجتمع المغربي اللي كيعاني من التهميش، كيعاني من التضييق، كيعاني من التفقير، كيعاني من كل اشكال ديال الاستغلال.